السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح على كل اخواتنا حبايبنا، احلى صباح عليكم في الدنيا وعلى كل المتابعين كمان. النهاردة هنطلع ناكل الزغاليل اللي هي العصافير مع بعض. احنا اكلناهم ووريناكم فيديو قبل كده، وهنكمل الفيديو برضو بتاع المرة اللي فاتت. بس برضو اهم حاجة المية تكون مغلية، المية تكون مغلية تمام. ايه دي مية مغلية بتطلع دخانها، تمام واضحة. هنجيب الأكل ونقلبه ماشي مع بعض ونوريكم ازاي. دي الأكل اهوت اللي احنا وريناهولكوا، وهتقوم واخد على نص الكوباية ديت عشان مفيش حد معايا أصلا يصور. هاخد منه معلقة ونص ماشي. هو سخن بيتقلب حاله، بيتقلب حاله، هو سخن بيتقلب حلو، تقلب خالص اهو. اهم حاجه الميه تكون مغليه لسه وتطلع دخانها، وهنسيبها شويه لحد ما تبرد براحتها على نص الكوبايه معلقه ونص عشان برضو الخليط ما يبقاش تقيل. وهناكل عصفورتين مع بعض. العصافير اللي هي طالعه من تحتها الحمام، الخليط ما يكونش تقيل، الخليط يكون خفيف، وهنسيبه يبرد شوية ماشي ونرجع لكم في الفيديو. تمام استنونا بقى. وهنجيب السرنجة زي ما ورينا لكم بالكيس اللي عليه، بالكيس اللي عليها تمام شغالة 100% اهي. برضه بتاع الخليط يسع، ونقوم مورين كل العصافير واحنا بناكلها بس يبرد عشان الفيديو ما يبقاش طويل. رجعنا لكم تاني الاكل سوا عوض، وانا هنورد العصفور قدام قوات وناكله تمام. شايفينه؟ بس اهم حاجه لازم يكون على قشه وعلى نشاره. طب نفتح بقه بالراحه. بسم الله بسم الله. واحدة واحدة ما تتكوش، واحدة واحدة ما تتكوش. بياكل وبيشرب اهو ما شاء الله. واحدة واحدة الصلاة على النبي ما تتكوش جامد يعني. الصلاة على النبي حصلته اتملت اهي. ناخد برضو نقلب. المشكلة ان مفيش حد معايا يمسك الكاميرا، انا بصور لوحدي برضو عشان خاطر برضو. بص بسم الله تسمي الله اهم حاجة. هو هيساعدك اصلا، هو اصل هو جعان، بس اهم حاجة التدفية بتاعته تبقى على حاجة معينة. شايفينه ما شاء الله. هو الفيديو لو كان حد معايا كنت وريتهولكوا على الطبيعة. هو بالصلاة على النبي الحصالة اتملت ايه؟ ايه بالصلاة على النبي. أهم حاجة ينام على نشارة واللندا فوق منه بالتدفية بكل حاجة تمام. هو اللي سايبه الوقت لسه لحد الآن تحت الحمام بينام عليه، بس يكبر سنه هقوم واخده تحت عندي في الشقة ونحط له لندا ينام على اللندا ونحط له مقاس حرارة. ولما واحدة واحدة برضو مع بعض اما يكبر بإذن الله احنا مع بعض هنفرجكوا على العصفور بإذن الله. دي طالع ابيض، هو طالع ابيض تمام. ولو حد محتاج اي حاجة يكتب لنا تحت واحنا نرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.